عيسى وأحمد مرسلان كلاهما في الذكر والإنجيل رغم الملحدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زال حديثنا عن سيف القهر، عن دعوة انتشار الإسلام بالسيف. ظاهرة غريبة لم يستطع علماء الاجتماع أن يقدموا لها تفسيرا. كيف انتشر الإسلام بهذه السرعة؟ كيف دخل الناس بمختلف أجناسهم ولغاتهم في دين الله أفواجا؟ كيف أسلمت هذه الأمم قيادها لهؤلاء الفاتحين القادمين من عمق الصحراء؟ كان أمامهم أحد حلين: أن يعترفوا بأن الإسلام كان مقنعا بعقيدته وشريعته لهذه الأمم فاستجرها إليه، أو أن يبحثوا عن كذبة يكذبون بها على أنفسهم وعلى التاريخ. وهذا ما فعلوه حينما زعموا أن الإسلام انتشر بالسيف. سنقرأ شهادات بعض الغربيين وهم يتحدثون عن أسباب دخول الأمم في الإسلام. لماذا انتشر الإسلام على وجه الأرض؟ ما الأسباب التي دعت الناس ليصبحوا مسلمين؟ هل وجدوا في الإسلام ما لم يجدوه في أديانهم؟ نقول نعم. لم يدخل الناس بسبب دعاة الإسلام الكثر الذين يملؤون الأرض، لا 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 لا. لم يكره أحد على الدخول بالإسلام بالسيف. طيب ليش دخلوا الناس بالإسلام؟ دخل القلوب عن شوق واختيار، نتيجة ما أودع في القرآن من مواهب التأثير والأخذ بالألباب، بساطة الإسلام، كلمة التوحيد. الدخول في الإسلام ليس معاملة صعبة، عبارة عن قضية يكفي أن يتعلمها الإنسان عقيدة تقوم على أن الله واحد أحد. وين ثلاثة بواحد واحد في ثلاثة؟ تجلس 100 سنة تحاول فهم هذه القضية لا تستطيع أن تفهمها. القس توفيق جيد يقول هذا مستحيل أن تستطيع فهم عقيدة التثليث. ينتقل الناس عندها إلى عقيدة يفهمونها. المستشرقة كارين أرمسترونغ تقول: العرب المسلمون لم يحاولوا إجبار الشعوب على اعتناق الإسلام. في حوالي عام 700 منع أهل الديانات من اعتناق الإسلام، وهذه سبة حقيقة، سبة في تاريخ المسلمين، أنه بعض حكام المسلمين منعوا الناس من الدخول في الإسلام. عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب لبعض عماله لمن أرادوا أن يبقوا الجزية حتى على من يسلم، قال: إن الله بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا، والله لوددت أني أنا وأنت كنا حراثين نشتغل في الزراعة وينتشر الإسلام ويدخل الناس في الإسلام، لأن بعض الولاة كانوا يصعبون الدخول في الإسلام. هذا حال المسلمين للأسف في بعض الأجيال. ثم يأتي من يقول بأن الإسلام انتشر بالسيف. تقول أرمسترونغ: بدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا رغم ذلك. لماذا؟ لأن الإسلام والقرآن أجاب احتياجاتهم الدينية فاستوعبهم الإسلام فصاروا مسلمين، مش بسيف القهر، لا، بسيف الإقناع، بسيف الغلبة بالبينة والحجة. السير توماس أرنولد يقول لنا بأن تأثير المسيحية في القرن السابع على أهل مصر كان قليلا. طيب لماذا دخلوا في الإسلام؟ يقول: بسبب عجز الديانة المسيحية وأنها غير قادرة على البقاء، عقيدة غامضة لا يستطيع أن يفهمها الناس، فالناس تركوها وانتقلوا إلى عقيدة سهلة يسيرة يستطيع كل أحد أن يفهمها. توماس أرنولد يحكي عن أحد الأساقفة يقول بأن سر قوة الإسلام الخارقة كامن في بساطة عقيدته وإدراكه لوجود الله وأنه واحد أحد.
قضية ما فيها تعقيد، قضية بسيطة جدا، مش طبيعتين ناسوتية ولاهوتية مركبة في طبيعة واحدة بغير اختلاط ولا اتحاد ولا امتزاج، وإذا وقع الموت يقع على الناسوت ولا يقع على اللاهوت، وقصة معقدة وشربيكة ما لها أول وما لها آخر. ما في هذا أبدا، ما هو موجود في الإسلام. يقول هذا الذي أمد جحافل المسلمين بوسائل الفتح التي لا تقهر. عندهم إيمان، عندهم حجة، عندهم بينة، لذلك انتصروا، انتصروا وصاروا مؤهلين لقيادة العالم. هذا ما يقوله توماس أرنولد. جوستاف لوبون عالم الاجتماع توفي 1930، يقول بأن المسلمين، ينقل عن هوتينجر، يقول بأنهم يملكون قائمة طويلة من الآداب الحميدة والأخلاق الكريمة. الأخلاق اللي عند المسلمين، حضارة المجتمع المسلم، تعففه، كرمه، أخلاقه، هو الذي جعل الناس يدخلون في الإسلام. يقول فأرى مع القصد في مدح الإسلام، يعني ما راح أبالغ في مدح الإسلام، أن هذه القائمة، قائمة ما إيش؟ ما فعله المسلمون، تحوي أقصى ما يمكن أن يؤمر به إنسان من التحلي بمكارم الأخلاق والابتعاد عن العيوب والآثام. ما من عيب إلا وتجد الإسلام منع منه، ما من فضيلة، ما من قيمة إلا وتجد الإسلام حث عليها. أعطوني قيمة، أعطوني قيمة واحدة كريمة الإسلام لم يأمر بها. هذا ما يقوله هوتينجر، يقول المسلمون يملكون كل هذه القيم وكل هذه الفضائل، هذا الذي أدى إلى انتشار الإسلام. أيضا توماس أرنولد ينقل لنا عن علماء الدين، عن هذا المبشر الدومينيكاني، يقول استولى علينا الدهش، إحنا مندهشين، كيف هذه الأمة اللي إحنا نعتبرها أمة وثنية كيف تحيا بهذه النزعة وهذه الشرائع مع أنهم جماعة ملحدين؟ يعني هم يعتبروننا كفار وملحدين، لكن هم مستغربين لهذه القيم الموجودة في المجتمع المسلم، لإخلاصهم في الصلاة، لرحمتهم بالفقير، لتبجيلهم لاسم الله، تبجيلهم للأنبياء. عندنا ما يقال عن الله عز وجل بأنه استيقظ كسكران، كما هو موجود في سفر المزامير، استيقظ الرب كسكران كمعيط من الخمر، يعني سكران ومخلص مطفي على الآخر، أعوذ بالله. هل يقال هذا عن الله عز وجل؟ ما عندنا في الإسلام حاجة زي هذه. ما عندنا أن الأنبياء يزنون وأن الأنبياء يشربون الخمر، وأنه نبي أراد يتزوج قتل 200 فلسطيني وقطع غلفهم وأحضرها قدام الملك مشان يتزوج صاحبة الحسن والدلال ميكال بنت شاول. ما عندنا هذا في الإسلام. فلذلك يقول وأي وقار في أخلاقهم وفي معاملتهم للغرباء وأي مودة تربطهم، هذا الذي رأوه في الإسلام واستغربوه، لأنهم ينظرون للإسلام من استعلاء فارغ على أنه دين ناس ملحدين وناس وثنيين، لكن الإسلام قهرهم بقيمه وحضارته فجعلهم يدخلون في دين الله أفواجا. قضية تساوي المسلمين، ما في عندنا أبيض وأسود، ما في عندنا فضل لجنس على جنس، هذه القضية أسهمت جدا في انتشار الإسلام وبخاصة في أفريقيا، تلك التي عانت كثيرا من الطبقية العرقية، كنائس للبيض وكنائس للسود، هذا غير موجود عندنا في الإسلام. نحن كما يقول بعض دعاة الإسلام، يقول الإسلام مصاب بعمى الألوان، الإسلام مصاب بعمى الألوان. ما عندنا في الإسلام فضل أبيض على أسود ولا أسود على أبيض، الجميع سواسية كأسنان المشط. يقول توماس أرنولد، يقول سيوف المسلمين أحرزت نجاحا واسعا، لكن فتحت إيش؟ فتحت البلاد وزعزعت الشعوب، عقيدة الشعوب المسيحية. لما رأوا الناس الإسلام تزعزعت عقائدهم، ورأوا أن هذه الفتوح، المسلمين هذول المنتصرين الذين يستطيعون سحق أي قوة تقف أمامهم، هؤلاء منصورون من الله. ورأوا هؤلاء المسيحيون أن الله قد تخلى عن المسيحية، فتزعزعت عقائدهم وفقدوا الثقة بإيمانهم ودينهم، ورأوا أن هؤلاء المسلمين هم قدر الله النازل، وأن هؤلاء المسلمين عقوبة من الله، وأن نجاحهم كان بسبب صدق دينهم، لذلك تركوا المسيحية وأصبحوا مسلمين.
الهولندي هنري كاستري يقول بأن الإسلام انتشر بين الزنوج. ليش؟ لأنه يمتاز بصدق التعاليم، لأنه يمتاز بالأخوة بين المسلمين على اختلاف أجناسهم. لذلك هذه قوة يفضل بها القرآن الديانة المسيحية في الانتشار. لماذا؟ لأن الإسلام يمتاز بما لم يجده المسيحيون في أديانهم. يضيف هنري كاستري يقول هكذا أصبح الدين الإسلامي قويا متينا لا تؤثر فيه مناقشة الباحثين وتخاصم المنتقدين كما أودت بأصول الديانات الأخرى. إسلام يمتاز بقوة، بغلبة، يمتاز بإيمان وجداني بسيط قوي في النفس متمكن في القلوب. يقول وذلك لا يشاهد في الأمم المسيحية إلا عند الفحامين. لا يوجد هذا الأمر، بينما تجده عند المسلمين بقوة وجلاء. المؤرخ إلفرد بيتلر وهو رجل متحامل على الإسلام يحكي لنا بأنه عندما كانت تحصل بعض الاضطهادات في مصر للمسيحيين كان سببها أولئك الداخلون حديثا في الإسلام. هؤلاء تسببوا بمشاكل لبني دينهم السابق. لكن الحقيقة أن كثيرين من أهل الرأي والحصافة المسيحيين كرهوا المسيحية لما فيها من عصيان لله. ذهبوا إلى الإسلام، لجأوا إليه، اعتصموا بأمنه، استظلوا بوداعته وبساطته، هذا الذي جعلهم مسلمين. غوستاف لوبون يقول سر قوة الإسلام في التوحيد. ما تراه في الأديان الأخرى من غموض غير موجود في الإسلام. ما تجده من أمور يأباها الذوق لا تجده في الإسلام. المسيحي لا يستطيع أن يحدثك عن التثليث، العقيدة التي لا يمكن لأحد أن يشرحها فضلا عن أن يقنع بها. في المقابل عندنا وضوح الإسلام، عدل الإسلام، إحسان الإسلام، هذا الذي ساعد على انتشاره في العالم. ونفسر بهذه المزايا، بسبب هذه المزايا سبب اعتناق كثير من الشعوب النصرانية للإسلام كالمصريين وغيرهم. ما الذي أتى بهم من الإسلام؟ روعة الإسلام. الفيلسوف أرنست رينان يقول كلمة يصدق فيها قول الله عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. يقول ما دخلت مسجدا دون أن تهزني عاطفة حادة، أو بعبارة أخرى دون أن يصيبني أسف محقق على أنني لم أكن مسلما. يقول ليتني أكون مسلم. طيب لما لا تدخل في الإسلام؟ الإسلام فيه صلاة وفيه صيام وما فيه خمر وما فيه بنات وما فيه مشكلات. فهؤلاء آثروا دنياهم مع أنهم عرفوا ما في الإسلام من حق. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. غوستاف لوبون يخبرنا عن مزية أخرى في الإسلام. الإسلام من أكثر الديانات ملاءمة لاكتشافات العلم. الإسلام لا يخشى من العلم. الإسلام لا يخشى من العلم. الطبيب الفرنسي الجراح الشهير موريس بوكاي له كتاب ترجم في العربية التوراة والإنجيل والقرآن والعلم. يقول ليس في القرآن أي أخطاء علمية. في المقابل يقدم لنا قائمة من الأخطاء العلمية الموجودة في التوراة والإنجيل والزبور، بينما القرآن ليس فيه أي خطأ علمي. فمثلا يتحدث عن عمر الأرض في 6 أيام، التوراة تتحدث عن 6 أيام أرضية، يوم سبت ويوم أحد ويوم اثنين ويوم جمعة، 24 ساعة 24 ساعة. بينما الإسلام عندما تحدث عن خلق السماوات والأرض في 6 أيام كان يتحدث عن أيام من أيام الله التي لا يحصيها إلا الله. ممكن واحد يقول لي في حديث في صحيح مسلم يقول إن الله خلق التربة يوم السبت وخلق الجبال يوم الأحد إلى آخره. هذا الحديث كما قال الإمام البخاري أخطأ الإمام مسلم في تخريجه، فهذا الحديث إنما يروى عن كعب الأحبار وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الإمام البخاري يخطئ الإمام مسلم في تخريج هذا الحديث، وكذا عدد من العلماء من كثير رحمه الله. شاهدنا
أن الإسلام لا يخاف من اكتشافات العلم، لأن اكتشافات العلم لن تقدم لنا بأن سبب قوس قزح أن الله عز وجل أراد أن يتذكر إذا ما نزل المطر أن يتذكر أن لا يغرق الأرض، لأنه أخذ على نفسه عهدا أن لا يغرق الأرض، فبالتالي كان يجعل قوس قزح في السماء لأذكر ميثاقا أبديا كما تقول التوراة. فعندما يأتي روفيس فيقول بأن قوس قزح لا يتعلق بما قالته التوراة وأنه نتيجة لظاهرة فيزيائية والانكسار ضوء الشمس على الغيوم، يؤخذ هذا الرجل فيقتل ويحرق لأنه يكذب التوراة. ماذا أصنع إذا كانت التوراة تقول خطأ؟ إذا كانت التوراة تزعم أشياء غير صحيحة، منها أن شرب الماء وحده مضر، بينما كل أطباء العالم ينصحون مرضاهم بشرب الماء وبالإكثار من شرب الماء، خلافا لما جاء في سفر المكابيين في آخر سطور التوراة. هكذا أيها الأحباب الكرام، هذه الأمم انتقلت إلى الإسلام ورأت في الإسلام ما لم تره في أديانها المختلفة فصاروا مسلمين. لم ينتشر الإسلام بسيف القهر، إنما بسيف العلم والحجة والبينة والتسامح. فهل تراهم يعقلون ويتوقفون عما يهرفون؟ إنهم يهرفون بما لا يعلمون. يا سادة، اقرأوا التاريخ قبل أن تفوه ألسنتكم بشيء عن الإسلام العظيم. لنا عودة بإذن الله تبارك وتعالى. شكر الله لكم حسن الاستماع. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عيسى وأحمد مرسلان كلاهما في الذكر والإنجيل رغم الملحدين.